السلام عليكم، فيديو جديد تنارات قشعب. ديما معكم علاء، اصدقاء تنارة. مرحبا بكم، كتروا بزاف باش نزيدوا كاملين لقدام، وديما يكونوا فيديوهات متنوعين ان شاء الله. ليتس جو، عندنا فيديوهات عاوتاني اليوم. نشوفوا المونتاج اش وجد لينا، قضيه فيها شويه الكوميدي بانت ليا، وشويه الشيعه، شويه الهنود، والقفطان حتى هو حاضر. يلا نشوفوا اش واقع. واتس ذيس؟ قال لك الجلالب من المغرب، وبالضبط من معامل الدار البيضاء، ونمشيو لزريب زريبتهم. ويقول لك انا في المغرب، يقول لك عندنا تراث. هاد السيده قال لك صاحبه محل اسمه باب مراكش بوهران. هادي شي تاجره عاوتاني تاتي جلالب تتبيعهم في وهران. دا محل سميتو باب مراكش، مرحبا. مزيان، ها ديجا سميت المحل باب مراكش، راه انها معترفه ان داكشي مغربي. انا نوجد لكم الطب. انا نوجد لكم الطب. كاينه دابا في المعامل ديال الدار البيضاء. فوالا رسمه، فوالا صالح، راهم يوصلوا. فوالا حنا موجودين في المغرب بوغ لو مومون. انا في المغرب، رانا نوجدو في صالحنا. عندنا دي زاتيلي هنا في المغرب باش تعرفوا نخدمو دي موديل وحدنا. صافي كوبي كولي، اختنا منكم. سلمك، ميرسي ما شيري. وي اوني او ماروك. وي تلقى الله. تعرفوا لي انا في المغرب. انا على الطرز بلي بلي. مرحبا. مرحبا بكم في المغرب. في كازا. با بوغ ريان، قلت لكم شي راس انا نوجدو لكم في صالح. الطاب. غير غادي نفرحوكم ان شاء الله. باذن الله، لا ربي قدرنا. رانا نفرحوكم هاد الخطرة. طوب غير طوب غير طوب. نو فوندي اون غو بيان سور ما شيري، حنا معروفين علينا محل اسباب مراكش، فلي نبيعو اون غو. اوكي، السيدة شري من هنا، تعاود تبيع بالجملة تما. المهم يكونوا مزيانين ومرحبا. اللي بغى يجي يتقدا من هنا يعترف ان داكشي ما ديالكش، ديالنا. تجي تتقدا وبيع وشري بصحتك، التجارة هاديك. الو، اش هو هادشي هذا؟ عن جد شكرا يا فلتر، ما تقوليش بان الفلتر بيرطا شي حاجه خيال العلم. حين تصدقون ان الفاشينيستات جميلات. هاد الصدمات ما كاينش الفلتر يقدر يبغي يطير. او ناري، منافق هاد الفلتر هذا، والله الا منافق بالله. وراك الو تا هي الو. هاي 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 تانتي وراك الو. واو، وا بزاف. هذا ماشي الفلتر، هذا السحر، هذا السحر الاسود هذا. واو 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 واو، ناري ما يمكنش. الله لا منافق هذا الفلتر بالله. هادو دوك لي تيديرو داك التحنقيز على الحبل. قالك هذا هو السين شياولين، سين شياولين هي هاديك، كونو غلطنا في السمية. قالك حتى من الرقم القياسي البالغ 228 قفزة، 228 قفزة في 30 ثانية. إلا جينا من استعمل أنا الكالكيلاتريس. ميتين وثمانية وعشرين، ميتين وثمانية وعشرين مقسمة على ثلاثين،
عطتنا 7.6، دونك 7.6 ديال القفزات في الثانية. هذا راه هذا خصو يقدر يدير الجناح هذا الا بقى تيقفز بحال هكا، الا فات 30 ثانية يقدر يطير. وما يمكنش ضربت العالم اللي قفز الحبل في اوسلو. ارا نعاود نردو هاد اللقطة نشوفوها من الاول. اوه فراسك يجيبوا اي شي 20 بحال هادو ولا شي 50 بحال هادو، نقدروا نولدوا الطاقه الكهربائيه بهم. بعد التحرق يزاد هادو يجري في شي لعيبه ولا يكون لينا شي بحال دوك لي زيوليان اللي تيصنعوا الريح بحال هكا. هذا كاع اسرع منه والله. الا شي دينامو تيضرب والله الا يقدر يولد لك الطاقه الكهربائيه هذا بعد التحرق يزاد بزاف. الفار لا بزاف والله، لا بزاف بالله. ما يكونوش مسرعين الفيديو، يكون مزربينه حتى ما يمكنش. هاد القفز هذا راه مفوت السيد في القفز. صحاب الكونغ فو ما يديروا لك هاد الشيء اللي تيطيروا زعما مع الطيور، تحكمين في الكونغ مزيان و لا اله الا الله. كملوا شي استوديو د الموسيقى شي مغنية سير. It's dramatic. We're not going to make it. We'll never see the light again. But I تيجي اذا ياك ماشي صوت على علاقة وهو تيقاد لها صوت حتى يبينو. هذا اللي مكلف شو تيبينو محن، تيبان محن. وهذاك المنتج ما عنده صوت، داكشي المنتج ها اللي محن ها هو. بالسيف السيد محن هو اللي عرف اش كاين، هو اللي واصلو الصوت الحقيقي تيصاوبو. هادي بيان سيغ لقطة كوميديا تكون في شي فيلم ولا في شي برنامج، المهم لقطة كوميديا، ولكن أغلبية صراحة راه كاين بزاف بحال هادو. تضر لك ودنك. نيكست بان ليا الشيعان هيا. عاود تاني قال لك رواه علاوي حبيب قلبي بوحسين. تعلل عند راسك مرضات الجن. شلون جبتها هادي؟ المهم انا ما تفهمش العراقيه من الاخر. الكتبه عراقيه. واخا نسمعوا هاد الشيء هذا باين ابو يبزل شي بزله خياليه. سير غادي نسمعوا من الاول. ولما كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول عليه الصلاة والسلام الله نراك تتعلل تتمرض وتعافى. تتعلل زعما تي مرض وتعافى جات من العلة هي. وأنت لا تطلب الطبيب. كيفاش تطلب الطبيب؟ ما عرفتش جاب الطبيب في الهضرة. رسول الله هذاك آخر الأنبياء، وهذا اش بيدي فتشي طبيب ولا ماشي طبيب؟ منو الله ديريكت السيد. شنو عندك؟ واخا سير ما نفهمو الفكرة فين غادية. عندك ولد؟ قال تيسولوه زعما شي واحد سولو. أما أنا إذا مرضت فأشرب عرقا من عرق وجه علي فأعافى. الله الا خصنا نديرو بحال هاد المش نتاع طومي جيريمي. انا ريلا لي قنبله خرج. واو
ناري الله يحفظ، ما عاد هادو كيبغي يديروا في الحساب، كيبغي يديروا مع الله في الحساب، ما يمكنش هادشي اللي تيخرجوها تيقولوا داكشي من راسهم كيما بغاو، ما هادشي ما كاين في حتى شي حاجه من داكشي، لا اللي قال لنا الله ولا اللي قال لنا الرسول، ويجيو هما ويصنعوا داكشي اللي بغاو. كيفاش شاد ما حشمت باقي نعاود حتى هاد الجمله اللي قال، اللي ما فهمش مزيان يعاود يرد الفيديو باش يفهم هادشي اللي قال هاد السيد، هاد راه قنبول بزاف. نيكس، ما بغيتش نضيع عليه الوقت بزاف حيت ما يستحقش. هذا القصب هذا قصب السكر، مالو داير هكا؟ نورمال تيكون غليظ على هكا، و هادشي بان ليا موسخ وضعيف. الهنود هادي في الغالب، في الغالب والله، في الغالب هنود. اش شو الزيف كي داير؟ و تيعصر و تيعصر البنادم. اش هاد الماء الزفت؟ شراب بالصحة والراحة، هنيئا مريئا. الله ما نمرض بوحدي، ضروري تفرج حتى هو يمرض معايا في هاد اللقطة هادي. وقف ليا هنا. مشاهد الحياة هنا تأخذك إلى عالم مختلف من حضارة الإنسان والأرض والموقع. كانوا الناس ساكنين هنا. الزائر لهذه الجبال يسأل، لماذا يريد الناس أن يعيشوا هنا؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يستخرج الحياة من هذه الجبال؟ إيه صعيب هذا، مش ما يمكنش. هذا راه المعازم هما اللي تيطلعوا لهذ البلايص هذو. صعيبة المعيشة هنا. لا لا والله. كل ما تعرف أش كاين، لا واحد كيعيش والله، إلا كانوا منازل هنايا، قاعدوا سكنات. ما عاد فينا شي.